السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم الشيفلور، غنديروه بطريقه كيجي بها بنينه. غادي نقطعوا ان شاء الله هكا شجيرات صغار كما كتلاحظوا. غادي نقليوها البنات، غادي نسلقوه بعدا وعاد نقليوه. هانتوما كنقطعو هكا شجيرات صغيورين. لاحظوا البنات من بعد ما قطعتو هكا شجرات كما قلت لكم صغار، ما نحيدوش هذا باش يبقى شاد، يبقى هكا صحيح. كندير كندير القياس الماء ديال حسب الشيفرون اللي عندي، كندير واحد الثومه، وندير شويه الملح، غندير قياس معلقه كبيره تاع الخل، ومن بعد البنات نردوه يتسلق. هنا البنات راه تسلق الشيفلو ديالنا ودرناه يتقطر هكا هكا فشي شبيكه، وكنخليوه يتسلق ولكن ما نخليوش حتى يتفرتت، خصو يكون باقي شاد باش ما يتفرتش لينا فاش نبغيو نقليوه. نجيبو هكا واحد الاناء فاش غادي نخلطو الخليط، نديرو هنا عندنا 225 تقريبا تاع الدقيق فورس مغربل. غنديرو هنايا شويه ديال الهريسه، واحد الثومه، معلقه كبيره ديال سميتو ديال المعدنوس، غنديرو بيضه، ديروا شويه البزار، ما كثرش البنات لان عندنا الهريسه باش ما يجيناش حار، شويه ديال الكامون، شويه ديال التحميره، شويه ديال الملح، الملح حسب الذوق، الحليب، وهنا غادي نخلطوا الخليط ديالنا. هنا المقادير البنات راه كديروا حسب الشيفلور اللي عندكم. غادي نخلطوا مزيان المقادير ديالنا ونشوفوا الخليط خصو يجي خاطر شويه، ما يجيناش سائل بزاف، وما يجيناش عاوتاني قاصح القياس فاش ندوزو الشيفلور. هنا البنات الا جاكم حيت كاين الدقيق اللي كيشرب، الا جاكم قاصح راه كتزيدوا الحليب، نخلطوا تقريبا بحال هكا، يجي الخليط على هذا الشكل هذا. وكما كتلاحظوا البنات كنجيب الشيفلور ديالي من بعد ما تقطر مزيان، كندوزو هكا، نديرو هكا في داك الخليط، وغندوزو مزيان باش يشرب لنا داك الخليط هكا بالفرشيطه، ونخليه مزيان هكا يتقطر، نهزو بالفرشيطه ونخليه يتقطر من داك الخليط الزيت ديالنا راه طايبه، كنديروها على عافيه مهيله، كنقطرو مزيان هاد الشيفلور هذا وعاد كنحطوه، نخليوه يطيب على المهل باش يجينا مقرمش.
استمروا البنات على هذه الطريقه حتى كنقليو الشفلور ديالنا كامل. مره مره حتى هذا اللي في المقله نقلبو خليه يمشي يطيب على واحد الجهه. جربوها البنات غادي يعجبكم بهذه الطريقه هذه، راه ما كيشربش الزيت. اللي ما عندوش ليها ريسه البنات يدير السودانيه. باش ما يجيش البنات الفيديو طويل غنستمر حتى نسالي الشفلور ديالي وديك الساعه نقدمو ان شاء الله. مره مره نقلبوها البنات وحنا كنقليو. باش يتقلى لنا كاع في كل الجهات. وهو البنات الشفلور ديالنا من بعد ما قليناه، نتمنى تجربوه، راه وصفة كتجي بنينة ان شاء الله ترافقوها مع اي طبق بغيتو. نتمنى ما تنسونيش البنات من التعليق ديالكم والبارتاج ديالكم للقناة، ليجيم ديالكم، ونقول لكم بسلامة عليكم، نتلاقاو في وصفة اخرى ان شاء الله.